اليوم عندنا ريسيبت ميلك شيك بنكهات مختلفة، جربوها طعمها رائع ومذاقها كلش طيب، وانتو تقدرون تغيرون بالنكهات، تضيفوا لها النكهات اللي انتو تحبوها، اهم شي تستخدمون الاساسيات مالتها، وهم يعني تقدرون تغيرون بالقوام مالها الثخن مالها. فان شاء الله يا رب تعجبكم، جربوها والف عافية عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وسلامة. اليوم ردت أسوي ميلك شيك للأطفال لأن الجو حار ويحبون يشربون هيك شغلات باردة، فهنا ما عندي الأغراض فجيت أشتريها أول شي، حبيتكم تيجون وتشاركون وياي نشتريها سوا، وبعدين نرجع بالبيت نسويها ونحضرها، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة. نسوي ميلك شيك نحتاج إلى حليب كامل الدسم، فراح نشتري حليب يكون الدسم ماله 3% نسبة الدهن، كل ما صار نسبة الدهن أكثر كل ما كان أطيب طعمه وكريمي أكثر. وما ننسى نشترينا فواكه مجمدة حتى نسوينا طعم مختلف ونكهات مختلفة. وهنا اكو مجموعة من النكهات، راح ناخذ نكهة الفراولة ونسويها هاي، خلي نجرب همينة فنكهة جديدة ما موجودة ما نشوفها احنا ما يبيعوها، وهي نكهة الباسيونز، فاكهة الباسيونز. اتوقع راح يصير طيب لان العصير ماله يكون طيب، نشوف نجربها ونشوف شلون يصير طعمها. راح نشتري همينة المربى مال الفراولة، لأن احنا أخذنا الفراولة راح نسويها بنكهة الفراولة، فنحتاج المربى الفراولة. ناخذ لنا مربى نستخدمها يخلي النكهة مالتها تكون هي بالفراولة، يسويها أطيب همينة. وأكيد ما ننسى النكهة الأساسية اللي كل طفل يحبها وكل الناس يحبوها، نكهة النوتيلا. راح يصير نكهتها كلش طيبة. أنا اشتريت فاكهة باسيونز، الفاكهة المتجمدة مالتها، حتى استخدمها بالنكهة. فهنا أنا راح اشتريها من شنو؟ راح اشتري ابريكوس مرمرات، يعني المربى مال المشمش، لان راح يزيد من طعمها ينطيها نكهة اطيب بعد اكثر. راح استخدمها وياها اسوي ميكس ويا الفاكهة باسيون. راح نشتري هذا منا نشوف بعد شنو بقى حتى نشتري لنا. هنا موجودة الجريدة راح نشتريها بس للتزيين، وعندهم هنا نوعين طبعا، شوكولات اللي تكون شوكولاتة، وعندهم الأبيض العادي بالفانيلا، راح نشتري لنا واحد من هذا حتى بس نزين بيها. وهنا بقى نشتري مننا صوص شوكولاتة، صوص شوكولات، صوص نشتريها حتى هم نزين بيها، همينا ننطيلها ينطيلها طعم. هما ما عندهم صوص الفراولة فنستخدم احنا المربى اللي اشتريناه بدل هذا الصوص، بس ناخذ لنا شوكولاتة صوص. وهمين نحتاج فانيلا ايس كريم، راح ناخذ لنا بس الفانيلا حتى ننوع بالنكهات وياها بسهولة. هاي فانيلا سموك، يعني بنكهة الفانيلا. هاي المشتريات اللي اشتريناها سوا حتى نسوي بيها الميلك شيك.
طبعا الشيء الأساسي بالميلك شيك هو لازم يكون موجود الآيس كريم، وأنا هنا جبت آيس كريم بنكهة الفانيلا. أنتوا تقدرون تجيبوه بأي نكهة تحبونه، نكهة الفراولة، نكهة الشوكولاتة، أنا أجيبها بنكهة الفانيلا حتى أقدر أضيف لها غير نكهات اللي تعجبني. فعلى المود هذا أنا أفضل نكهة الفانيلا تجيبوها، وبعدين أنتوا تضيفون حسب مذاقكم شو تحبون من النكهات. وهنا همنا احنا اشترينا شنو وياها، اشترينا النوتيلا. النوتيلا اذا ما متوفر عندكم تقدرون اي نوعية ثانية يكون من الشوكولاتة الكريمية تقدرون تستخدموها به، او حتى الشوكولاتة العادية تقدرون، او السيرب مال الشوكولاتة، فتقدرون تستخدموها ويغير النكهة، ينطيكم نكهة الشوكولاتة. يعني مو شرط تتقيدون بوجود نوتيلا او غيرها من هاي المواد. وجبنا الفراولة المجمدة، طبعا الفراولة العادية نقدر نخليها بس يفضل فراولة مجمدة حتى ما يموت، وينطيها قوام ثخين، يكون قوامها أثخن وكريمي أكثر. وجبنا همينة فاكهة الباسيون، وجبت وياها أنا هنا أنا جبت لي المربى مال الفراولة، بس إذا أنتوا عندكم السيراب مال الفراولة همنا تقدرون تستخدموه، إذا ماكو سيراب نقدر نبدله بالمربى الأبريكوس، ينطي طعم طيب ويا الباسيون راح استخدمه. بالحليب السيراب مال الشوكولاتة، وهسه نبدي شلون راح نسويها. أكو هواي طرق يسوون بيها، فأكو اللي يحبه يكون شوية ثخين، وأكو اللي يحبه لا يكون بشكل سائل. فاحنا نسويها بالوسط، لا ثخين ولا سائل يكون. وهمنا تقدرون تستخدمون هذا البلندر تستفادون من عنده. طبعا البلندر الثاني اللي يكون عصارة مال الفواكه تقدرون تستخدموها، بس انا افضل بعد اذا واحد ما عنده ويريد يشتري لا يشتري من هذاك البلندر، هذا يكون افضل لان ما ياخذ مكانه هواية بالبيت، يعني يكون مساحة قليلة ياخذها، واكثر يعني اقتصادية وسريعة اكثر. هسه راح نبديها بنكهة النوتيلا. استخدم اني هنا الستاندرد هو الجلاس هذا، انتو تقدرون تستخدمون اي جلاس عندكم، بس ماكو ما تستخدمون غيرها، يعني يبقى بيتكم هذا، حسب هذا تستخدمون الكمية اللي تضيفوها وتسوون بيها. هنا هسه أول شيء نجيبها معون البلندر، ناخذ الآيس كريم، طبعا عندنا هنا ملعقة مال آيس كريم، وإذا ما عندكم تقدرون تستخدمون جلاس كامل من الآيس كريم يقابلها نص جلاس من الحليب، 4 ملاعق من الآيس كريم، هاي واحدة، هاي الثانية، هاي الثالثة، وهاي الأربعة. طبعا الحليب كلش باردة، لازم نستخدم كل الشغلات يكون عندنا باردة. ناخذ النوتيلا، نخلي ملعقتين من النوتيلا بيها، ملعقتين أكل طعام طبعا متروسات مليانة. إذا أنتوا تحبون تزيدون أو تقللون هذا طبعا يرجع لكم أنتوا. يكون الحليب بارد جدا، يعني نخلي لنا نص كلاس حليب، وإذا شوي أقل بعد أحسن، هذا تقريبا نص كلاس، ما نريد يكون سائل. هاي هنا اكتملت، هسه نستخدم البلندر حتى نخفقها. بعد ما خلصناها نجيب الكلاس، ناخذ شوية من النوتيلا، طبعا الورا مال الملعقة القاشوقة او الخلفية مالتها، ناخذ كمية من عنده، نقوم نحاول هيجي نسوينا
مثل الرسم مثل غيوم، بس يعني مو بكل مكان شوية، حتى ينطيله منظر حلو للقلاص. هيجي شوية ينطيف المنظر هيجي حلو. هسه ننزلها بالقلاص. طبعا نترك تقريبا 3/4 القلاص نترسه والباقي نتركه حتى نزينها. كريمة الخفق بعد ما زيناها ناخذ السيراب مال الشوكولاتة ننزل عليها. ميك شيك حاضر عندنا، يكون بهذا الشكل. وهسه راح نسويها بنكهة الفراولة. طبعا نكهة الفراولة هذا عندنا الفراولة المجمدة، راح ناخذ من عندها 5 حبات. هاي اخذنا منها 5 حبات. ناخذ المربى مال الفراولة، هاي المربى صايرة مثل السيراب غير نوعية، يعني اكو مربى اللي يكون بيها الفاكهة موجودة، هذا الفاكهة يعني مطحونة بيها وياها. فنخلي ملعقة وقاشوقة واحدة واثنين، واذا تريدون تزيدون النكهة بعد تقدرون تخلون اكثر. هسه راح نخلي بيها الايس كريم، هاي واحدة اثنين، نخليها بالماء حتى لا يزكبير، هاي الثلاثة، هاي الرابعة. راح نستخدم ربع كلاس، ليش؟ لان يعني استخدمنا وياها الفراولة المجمدة اللي راح تطلع منها ماء، راح تذب العصير مالها، فما نريدها تكون سائلة. عندنا ناخذ شوية ربع الكلاس حليب، ناخذ ربع حتى ما يصير عندنا الميلك شيك مالتنا سائلة، كافي ربع. نخلطهم ونفس الشي راح نجيب الكلاس مالنا نرسم بيها. هاي بعد ما خلينا بيها شوية بالقاشوقة راح نزينها شوية، نجيب قاشوقة شوية هيك نسوي لها أطرافة. طبعا هاي أدخن، بس كل ما تبقى برا وتصير حارة تموع، فيفضل انه يعني تنشرب وهي باردة حتى ما تموع. نعوف ربع الكلاس للتزيين، نزينها بكريمة الخفق. بعد ما زيناها بكريمة الخفق شوية ننزل عليها نقاط من الفراولة، مربى الفراولة، حتى ينطيها شوية هيجي فشي جمالي. وبهذا الشكل يكون عندنا الميلك شيك الفراولة حاضرة. وهسه راح نسويها بالباسيونس. الباسيونس يكون طعمها حامض بس يكون كلش طيبة طعمها. لهذا انا استخدمت وياها مربى الابريكوس، يعني يكون يمشي وياها يصير نفس الطعم، يعني ينطيها طعم يسويها اطيب بعد بالزايد. فاذا انتو تستخدمون اي فاكهة شوفوا شنو يتوالم وياها من المربى. عندي مكعب واحد من عنده واثنين ثلاثة، ما راح استخدم اكثر، بس اذا نفسي راح اسويها راح استخدم كمية اكثر، لان يعني انا احبه يكون حامض، بس الطفل تعرفون ما يحب الحامض، فهذا يعني يبقى يرجع لكم انتو. واخذ لي من المربى اخلي ملعقة واحدة اثنين اسوي ثلاثة، ليش؟ لان هذا حامضة حتى ينطي طعم حلاوة. راح نحط بي 4 ملاعق مال ايس كريم، واحد هاي الثانية هاي الثالثة، وهاي الرابعة.
ربع قلاص حليب مو أكثر. حتى يكون قوامها تخين لنا مو كلش خفيفة. نخلط نزين القلاص همينا حتى ينطيف المظهر حلو. يجي مثل الشخبطة نسوي مية راح ينطي جمالية وبنفس الوقت الطعم طبعا. هاي هسه صارت هيجي ننزل بيها الميلك شيك. نزلنا الميلك شيك بيها أفنى ربع القلاص للتزيين. هسه نقوم ننزل عليه شوية من المربى وتكون عندنا الميلك شيك حاضرة وجاهزة للتقديم. وبهذا يكون الميلك شيك مالنا حاضر وجاهز للتقديم. ونقدر نتحكم بالسخن مال الميلك شيك بأن نزيد أو نقلل من مقدار الحليب. فإذا أنتوا تحبوها ثخينة تقلل الحليب، وإذا تحبينها يعني يكون أخف زيدي عليها الحليب. وأشكركم على المتابعة، ولا تنسوني بالشير واللايك والاشتراك. وإذا أعجبكم هذا الوصفة لا تنسوني أهم شيء اللايكات، لأن اللايكات كلش قليلة. اللايك يساعدنا بأن يرفع هذا الفيديو. فإن شاء الله ما تقصرون ويانا، وأشوفكم على خير بالفيديو القادم. مع السلامة.